حسن، اعمل حسابك بعد الشغل نطلع على عيادة الدكتور النفسي لا عشان مصطفى. انا مش عايز اروح لدكتور نفسي. يا حسن اسمع كلامي، لازم نسأل حد متخصص. مش هروح. انا مبسوطة قوي قوي يا باشمهندس حسن ان انت جيت، مش كل الابهات بترضى تعمل كده. متشكر يا دكتورة. هو انا اللي اصريت ان هو يجي؟ بصراحة هو ما كانش شايف ان احنا المفروض نيجي اصلا. لا بس يعني زحمة شغل وكده يعني. عموما مدام نادية كلمتني وحكت لي على كل حاجة. وايه رأي حضرتك بقى؟ انا رأيي ان الموضوع مش كبير، والحمد لله ان هو حصل دلوقتي. طبعا اللي حصل غلط، بس هو بيدينا فرصة نعمل اللي كان المفروض نعمله من الاول. هو ايه اللي كان المفروض نعمله حضرتك يعني؟ كنت عايزين اجيب الولد مثلا عشان تشوفيه؟ لا لا طبعا انا مش عايزه اشوفه، واكيد مش عايزه اعرضه لتجربه العلاج النفسي وهو لسه في سن صغير كده. لكن مبدئيا ابنكم في مرحله مبكره، مفيش داعي ابدا تقلقوا عليه. مرحله مبكره من ايه حضرتك؟ من مشاهده الافلام الاباحيه. ايه بصوا، الموضوع فيه سلبيات وفيه ايجابيات زي اي حاجه. خلونا نبص على الايجابي في الامر. الايجابي ان احنا اطمنا ان ميول الولد الجنسيه سويه، ودي أكتر حاجة بتشغل الأهل في الفترة دي. أنا طبعاً ما بقولش إن دي حاجة تحددها الفرجة على الأفلام اللي من النوع ده، عكس ما ناس كتير بتفكر. ليه؟ الموضوع ببساطة بتتدخل فيه عوامل كتير جداً، منها الجينات، علاقة الأب والأم، ومجموعة عوامل كتيرة قوي. حضرتك موضوع الهوية الجنسية والمشاكل الموجودة في العالم دي، هل هي موجودة في مجتمعنا بنفس الدرجة الخطيرة دي؟ يا باشمهندس حسن، في حروب فكرية عنيفة جداً على كل المواقع والمنصات الاجتماعية والمواقع الترفيهية كمان، هدفها خلخلة هوية الشباب والأطفال اللي زي سن ابن حضرتك علشان يفقدوا هويتهم الجنسية والدينية والثقافية كمان، وتحويل الشاذ والناشز لأمر طبيعي في مجتمعنا. يعني تخيل، ممكن يرسموا شخصية بطل في فيلم من الأفلام في كل الصفات الجذابة اللي تعجب ابن حضرتك، لكنه شاذ جنسيا، وبالطريقة دي يقدر الولد يقبل الفكرة بكل سهولة. هو حضرتك كده بتطمنيني ولا بتقلقيني؟ بالعكس، أنا عايزاكم تطمنوا. بس عايز أسألك سؤال يا باشمهندس، أنت اتكلمت مع ابنك عن الجنس من بعيد أو من قريب؟ لا طبعا، لا لا ما حصلش، ما كلمناش ابدا في الحاجات دي. حتى انا ابويا ما كلمنيش في حاجه من دي في يوم من الايام يعني. وبعدين حضرتك اتكلم مع مصطفى اقول له ايه؟ ده ما كملش 12 سنه. حضراتكم عارفين ان احنا لازم نتكلم مع اولادنا عن الجنس من سن 6 سنين. سته؟ طبعا الاطفال بيعرفوا هم اولاد ولا بنات من سن 3 سنين، وبعدين يبداوا يسالوا نفسهم اسئله زي انا جيت ازاي، انا جيت منين، من سن 5 سنين. فلازم حد يتكلم معاهم، لازم حد يجاوب على أسئلتهم دي، والأهم لازم الأم هي اللي تتكلم مع البنت والأب يتكلم مع الولد. لكن طبعاً لو لأي ظرف من الظروف ده مش متوفر، ممكن جداً الأب يتكلم مع البنت والعكس. وأنا أقدر أقول لكم نعمل ده إزاي. ما إحنا لازم نتكلم مع الأولاد يا جماعة، لو ما جاوبناش على أسئلتهم دي من بدري، في حد تاني هو اللي هيجاوب عليها، كان صديق بقى أو موقع أو سوشيال ميديا، وممكن جداً يشوه أفكارهم عن الجنس، ممكن يبقى حد مش موثوق فيه. لازم أنتوا تتكلموا معاهم، لأنه ممكن يقول لهم فكرة غلط عن الجنس. ممكن الولاد لما يشوفوا الأفلام اللي من النوع ده يفتكروا إن هو ده الجنس في الواقع، وده طبعاً مش حقيقي. لذلك لازم يبقى عندهم ثقافة جنسية مبنية على أساس علمي، معلومات خدوها من شخص أمين بيخاف عليهم. قبل كل ده ضروري ضروري تعلموا الأولاد إزاي يحافظوا على جسمهم. لازم تعلموهم إن جسمهم ده مسؤوليتهم، هو ده الضمانة اللي تخليهم يعيشوا حياة جنسية مستقرة في مستقبلهم. وحضرتك أنا ما حصلش إن قعدت مع أولادي الكبار اتكلمت معاهم في أي حاجة مني قبل كده أصلاً يعني. أنت اتكلمت مع البنات؟ لا طبعاً لا. الزمن بقى غير الزمن يا جماعة، والدنيا اتغيرت، واللي مش هيتعلموه منكم كأب وأم عن البيت والأسرة والمبادئ الأخلاقية
ممكن يتعلموه من بره وده يسيب اثر سلبي في نفسيتهم، هيسيب لهم بصمه مش كويسه. من مصلحتكم انتوا تسيبوا بصمتكم. طب هنعمل ايه حضرتك يعني؟ قبل هنعمل ايه ضروري جدا 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 يا باشمهندس حسن، الولد ما يحسش ان هو اتفضح لا قدام زمايله ولا قدام اخواته. الموضوع ده خطير قوي، ممكن يسبب له عقده بعدين. انا هقول لحضرتك تتكلم معاه ازاي وتجاوب على الاسئله اللي في دماغه ازاي، وانت كمان يا مدام نادية لازم تتكلمي مع بنتك الصغيره وانا هقول لك تقولي لها ايه. ايه ده؟ بص حضرتك، هو انا مش عارف اعمل كده ولا انا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.